ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار النهاردة. نبتدي عناوين اخبارنا النهاردة من الاهرام، والخبر بيقول مصر تحتفل بيوم اليتيم، الرئيس وقرنته مستقبل الاطفال واحلامهم مسؤوليتنا. وبالامس تم عمل يعني في الحديقة الدولية مدينة نصر، وقيم احتفالا تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خالد عبد العال محافظ القاهرة، وكان احتفال كبير. طبعا يوم اليتيم من الأيام اللي بتحرص عدد كبير جدا من المؤسسات ان هي تحتفل بهذا اليوم، وانا مش هتكلم كتير في هذا الأمر لان احنا عندنا موضوع خاص النهاردة عن يوم اليتيم والتعامل مع الشخص اليتيم. والحقيقة أنا شفت شخصيا نماذج من الأشخاص اللي تربوا في دارات أيتام، قد إيه أشخاص مؤثرة جدا، قد إيه أشخاص جميلة جدا، قد إيه أشخاص ناجحة جدا جدا في حياتها. فالحقيقة هم دايما بيبقوا عايزين ينجحوا، وهم دايما بيبقوا ناس متميزين جدا في أي شغلانة بيشتغلوها، في أي حاجة بيعملوها، لأن ربما يعني بيبقى جواهم حلم من وهم صغيرين ان هم يعملوا كيان كبير، او بيتربى جواهم احلام كتيره، وتعاملاتهم المختلفه مع الناس من داخل الدار وخارجهم. فهم الحقيقه معظمهم بيبقوا شخصيات متميزه جدا جدا، نتكلم اكتر في فقره خاصه النهارده عنهم. كمان معايا خبر النهارده من اليوم السابع، الخبر بيقول صحيفه فرنسيه حفيد البنا تلقى 35 ألف يورو شهريا لدعم ارهاب الاخوان. احنا يمكن عارفين من خلال الاسابيع او الشهور اللي فاتت ان هو تم القبض على حفيد البنا اللي هو مؤسس جماعه الاخوان الارهابيه من اكتر من 80 سنه، وتم القبض عليه في قضايا اداب كمان يعني الصحيفه الفرنسيه بتزعم ان هو كان بيقبض 35 ألف يورو في الشهر لدعم ارهاب الاخوان. 35 ألف يورو يعني بالمصر كده حوالي 700 ألف جنيه عشان ينشر لك أخبار كذب، عشان يشجعك ان انت تنزل تعمل مظاهرة، عشان يدي واد حتة عيل ينزل يعمل قنبلة يضرب بيها. يعني نشوف اكتر، اسمحوا لي بس ارحب بضيفي اللي بيشرفني عبر الهاتف، استاذ مينا ملاك الكاتب الصحفي. استاذ مينا اهلا بيك. بيك صديقي عزيز. اهلا اهلا اهلا. أنا أبتدي معاك الخبر اللي كنت بتكلم فيه، بيقول صحيفة فرنسية بتقول إن حفيد البنا كان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا لدعم الإرهاب الإخوان. رأيك في القصة دي، وفي قصة إن حفيد البنا مؤسس هذه الجماعة الإرهابية متهم في عدة قضايا أداب في أوروبا؟ يعني اسمح لي أقول بشكل واضح إنه هذا الشبل من ذاك الأسد، لأنه مسألة قضايا الآداب فمن يخون الأوطان لا بأس عندهم خالص إن هم يخونوا أي حاجة ويعملوا يستهينوا بالقيم والمثل العليا اللي ممكن يكونوا بيدعوها حتى شكلا قدام الناس يعني. وإن كنت أنا ما بحبش أتكلم قوي عن المسائل الأخلاقية، فربما بعد الساسة في العالم كله ولديهم يعني ملحوظات أخلاقية على سلوكياتهم الشخصية. صحيح. لكن خلينا نتكلم على ما يقترفونه من جرائم بحق الوطن، يعني مسألة الآلاف اليوروهات اللي بتتاخد لترويج الشائعات أو استخدام أخبار كاذبة لتضليل الناس أو لتكبير السلم العام زي ما بيتقال كده، دي مسألة سيئة جدا. والحقيقة برجع تاني أقول المقولة اللي قلتها في الأول، إن هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني الجماعة دي مبنية على هذه الخرافات والخزعبلات والأكاذيب اللي كانت بتضلل الشعب المصري، وكانت من شأنها إنها تكتت المجتمع المصري في بداية تأسيسها، وكان الغرض منها وقت ما تأسست إنه يحصل كده، إنه يحصل تشتت وتشرذم للشعب المصري.
صحيح. وده كان المجتمع المصري في قمة وعي وقمة ثقافته الحقيقة، وقدر إنه ما ينسقش وراء هذه الـ 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 الجماعة بشكل كبير. يعني صحيح في حصل إنه في وجود منهم وكذا وكذا، لكن كان كل نشاط الجماعة دي في ألف بقى السبعينات لما قدرت تعمل الـ وحصل المادي الكبير اللي هو بنشوفه زي النهاردة في 35,000 يورو وما شابه. يعني صحيح لما زي ما بيقولوا كده اهل الاقتصاد ماني توكس، لما الاموال اتكلمت، واستغلال الفقر واستغلال الجهل، فحصل يعني فعلا بقى انسحاب لتيار كبير من الشعب المصري وراء هذه الافكار او مع طبعا الميديا، مع التقدم اللي حصل، مع قنوات الفضائيه، مع يعني حضرتك طبعا ادرى مني اعلاميا في مجال القنوات ومدرك اكيد شايف اللي بيحصل يعني. والناس واعيه يعني شايفه، لكن خلينا نقول حاجه مهمه. معاك حق استاذ مينا، هو الجميل في الموضوع ان الناس بقى اصبح عندها وعي باللي بتقوم به هذه الجماعه الارهابيه، سواء من قنواتها اللي خاصه القنوات اللي بتخرج من تركيا ومن قطر، القنوات المدعومه، القنوات اللي بتحاول تبث السم في عقول المصريين. الناس بقت واعيه والناس بقت عارفه، وبقت عارفه ان ده طالع يهيز باي كلمتين، وده طالع يردح باي كلمتين، انا اسف يعني، وده طالع. فالناس بقت واعيه بده وعارفه ده كويس جدا، ودي اكتر حاجه هم قدموها خدمه يمكن لينا كلنا. هاخد معاك خبر اخر الحقيقه برضو اثار الجدل امبارح، وكان من الموضوعات المهمه من جريده الوطن. بيقول الاوقاف اقاله وكيل الجيزه على خلفيه مقتل امام الهرم. باختصار خالص، امبارح كان في احد الائمه بيعظ في احد المساجد في الهرم، اتقتل وهو بيعظ داخل الجامع. كان حصل مشكله تانية برضو في نفس الاطار، ان هم لما دوروا عليه لقوا اصلا هو مش امام، يعني هو اصلا مش تابع لوزاره الاوقاف ولا بدعوه من وزاره الاوقاف ولا باي حاجه. فوزير الاوقاف قال يا نهار ابيض، ده غلطه فوق الغلطه كمان، وهو اصلا مش تابعنا. فاقال وكيل الجيزه. رايك ايه في القصه دي؟ مبدئيا يعني اسمح لي من خلال منبركم المحترم ان احنا نعزي اسره القتيل، لانه في الاول وفي الاخر هو مواطن طبعا طبعا تحت القانون او ما الى ذلك يعني. طبعا طبعا المسألة خلينا نكون واضح وصريح، يعني احنا بنتكلم من نقطة شائكة جدا، انه احنا مش عايزين نبقى بنخش في مسائل تبدو ان احنا نتدخل في شأن الآخر، لكن هو في مصر ليس هناك آخر، نحن شعب واحد، ويجمعنا أمر مهم جدا انه في انتهاك للقانون بيحصل. ده اللي يهمني ويهم حضرتك ويهم أي حد عاقل يحكم المساله الوطنيه في الامر. يعني طبعا في انتهاك للقانون حصل، انه من لا حق له اخذ حق ليس له، تمام، واستخدمه، والله اعلم استخدمه كيف وازاي. واحنا لسه بنتكلم عن بلبله الافكار، ومنبر الجامعه ومنبر الكنيسه واي منبر ايا كان هو وسيله من وسائل الحديث ومخاطبه العقول والقلوب وتوعيه وتثقيف الناس. بالظبط كده، وبالتالي انا لا اشكك طبعا في القتيل، ولا اعرف يعني ما ليس لدي يعني وما عندناش لا معلومات ولا اي شيء، لكن مقطوع به ان الامر انه اخذ ما لا حق له، ويبدو ان الامر بوضوح شديد جدا انه مش هو الاول ولا هو الاخير، ولعل حادثه مثل هذه تفتح طريق الى جبل الثلج الجليد الذي يعني ينغمس تحت الميه، مش شايفينه. تمام، خلينا بقى نشوف اللي تحت. شوف انه في بعض المساجد، بل كثير من المساجد، ربما لا سيطره على وزاره الاوقاف من وزاره الاوقاف على هذه المساجد. وخلينا اكون قاطع مع حضرتك، انت وانا وغيري واخواننا المسلمين الاحباء جدا الى قلوبنا وعقولنا، اما بيمشوا في الشوارع في كثير من الاوقات في صلوات الجمعه بيسمعوا خطب لا تليق ان تقال من جامع ضد اي حد في الدنيا. صحيح. فمن المؤكد ان هذه الخطاب ليست من مسؤوليه وزاره الاوقاف حتما ولا بد، يعني لا جدال في كده، مش ممكن تكون طبيعي. فبالتالي ما يعني انه في ازمه، انه صحيح. المساجد الصغيره او المساجد غير الكبرى، ها، الزوايا قد تكون خارجه من نعم طبعا الزوايا دي ثانيه اكبر واخطر،
قد تكون خارجه عن سيطره الوزاره للاسف الشديد. يعني يا رب ان هم يكون يفتحوا الملف كما فتح ملف السكه الحديد بواسطه رجال يعني هم اهل لها. يعني طبعا هي حادثه اجراميه من الدرجه الاولى وحادثه قتل بالدرجه الاولى، ليس لها اي علاقه من قريب او بعيد بوزاره الاوقاف، لكن فتحت ملف كبير جدا وهو يعني وجود ائمه او وجود من يدعوا ان هم ائمه وبيعتلوا منابر بعض المساجد دون تصريح ودون ان هم اصلا يكونوا تابعين لوزاره الاوقاف، ففتحت ملف كمان كبير جدا. هاخد حضرتك لموضوع اخر وملف اخر، وانا عارف ان حضرتك استاذ مينا متخصص في هذا الامر وهو العلاقات الدوليه والشان الدولي، وخبر الحقيقه مفرح جدا حصل بيه الامس وينعكس بشكل او باخر على دولتنا مصر. فاقرا لحضرتك الخبر من اليوم السابع، بيقول الجيش الليبي يستعيد بوابه ال 27 في طرابلس. امبارح الجيش الليبي حقق انتصارات عظيمه جدا في طرابلس، منها مثلا ان هو قدر يسيطر على المطار، مطار طرابلس الدولي في ليبيا، وان هو قدر يفرض سيطرته بشكل كبير جدا في طرابلس الامس، وسط فرحه كبيره جدا سواء من يعني عموم الليبيين او المصريين كمان اللي مترقبين ماذا يحدث في ليبيا. اسمح لي بس اكون واضح، الناس بس نفكرها اذا سمحت لي مع جذور الموضوع، ان احنا من 2014 اطلق المشير خليفه حفتر ورجاله الجيش الليبي الرسمي للبلاد عمليه عرفت باسم عمليه الكرامه. وما يجري الان لعله تاخر كثيرا لتحرير العاصمه طرابلس من بعض الميليشيات اللي هنتكلم عنها حاليا، بس يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه. ما عرف يجري الان تحت اسم طوفان الكرامه، تمام؟ هو تأخر حوالي 5 سنوات، لكن يبدو أنه الأمور كانت تحتاج إلى استتباب الأمور في الشرق والغرب وإلى توطيد العلاقات وربط أواصر الصلة الجيدة مع بعض القوى الإقليمية والدولية ليتمكن الجيش الليبي من توحيد باقي ربوع ليبيا. صحيح. الجيش الليبي تمكن من حوالي 90% من البلاد، جنوب وشرق البلاد واجزاء من الغرب، لم يتوقع الى العاصمه وبعض المدن. هو الاجتياح دلوقتي للعاصمه وهي القلب. سيطر على 3 بلدان تقريبا، منهم العزيزيه وسيطر على مقر اللواء الرابع وسيطر على المطار كما تفضلت حضرتك وقلت. سيطر على يحتاج انه يعني يواجه بمقاومه شديده في بعض الميليشيات المتطرفه. ايوه. اللي من جماعه الاخوان. ايوه. اللي بتدعم السيد فايز السراج رئيس الحكومه التوافقيه يعني اللي في ليبيا. مع كامل تقديرنا للسيد فايز السراج الذي تجمع هو مع المشير خليفه حفتر لقاءات في ابو ظبي من اسبوعين تقريبا. الا تمام. يعني استاذ مينا انا بشكرك جدا لتحليلك القيم لاخبارنا النهارده، نورتنا في فقره الاخبار، اشكرك جدا. وروح لخبر هو الابرز في عناوين صحف والاستعدادات المهمه جدا لزياره الرئيس السيسي المرتقبه الى الولايات المتحده الامريكيه ولقائه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ظل ظروف يعني صعبه جدا، خاصه فيما يتعلق بالجولان القضية الفلسطينية الإسرائيلية والأحداث الأخيرة وعدد كتير جدا من القضايا اللي ممكن تكون على مائدة الحوار ما بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معايا من اليوم السابع الخبر بيقول السيسي في البيت الأبيض 9 إبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا، واليوم السابع فارد ملف كبير جدا إلى هذا الأمر. كمان 3 أيام الرئيس السيسي هيكون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. بيشرفني يكون معايا من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عماد خليل الكاتب الصحفي وموفد قناة سي تي في إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ عماد أهلا بيك.
بنشكرك اولا لوجودك معانا، ونعرف ان دلوقتي تقريبا الساعه 4 الفجر عند حضرتك في الولايات المتحده الامريكيه، لكن كان مهم جدا ان احنا نسمع من حضرتك اهميه هذه الزياره في ظل الظروف الموجوده في المنطقه العربيه، وما يحدث في الجولان، وما يحدث ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الاسابيع الاخيره، وفي ظل قضايا تحتاج الى نقاش هام جدا ما بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب. زي ما حضرتك ذكرت، الزياره بالغه الاهميه، خاصه ما يكون فيها لقاء قمه، وهي زياره للولايات المتحده الامريكيه. يمكن نتابع هنا استاذ حق ما بين دي ثاني زياره من الرئيس للولايات المتحده الامريكيه كدوله. يمكن الرئيس معتاد من سنه 2014 يحضر فعاليات الجمعيه العموميه للامم المتحده، ودي اللي بتكون مقرها نيويورك، لكن زيارته للولايات المتحده كدوله دي كان زياره، الزياره الاولى كانت في السنه قبل الماضيه، ويمكن كان في نفس التوقيت في واشنطن اللقاء بالرئيس الامريكي دونالد ترامب. ايضا اهميه الزياره انها زي ما اكدت معظم المصادر والمصادر المقربه، ان هي بدعوه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عدد من ملفات كبيره جدا على طاوله الحوار، منها ما يحدث في قرار الرئيس الامريكي بسياده اسرائيل على ضم الجولان السوريه، وايضا اخيرا تحركات الجيش الليبي لاستعاده طرابلس من بعض الجماعات الإسلامية، وأيضا رؤية مصر في ملف السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة لعدد أخر من اللقاءات. يمكن وصلت لنا أنباء عن أن هو الرئيس يلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وعدد من القادة وأعضاء الكونجرس ورجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته. على جانب اخر برضه اسحاق، بحب اذكر يمكن منذ ساعات قليله هنا في توقيت الولايات المتحده الامريكيه، الجاليه المصريه في نيويورك ونيوجيرسي اقامت احتفاليه كبيره او ندوه كبيره عن التعديلات الدستوريه، شارك فيها النائبه مارجريت عازر والاعلامي نشأة الديني وشخص متواضع، وكان لقاء مفتوح مع كل الجاليه عن الاجابه عن تساؤلاتهم على كل ما يخص التعديلات الدستوريه، سواء خوفاتهم، ملاحظاتهم، بعض المعلومات المغلوطه اللي تكون منتشره على السوشيال ميديا ويكون مصدرها اعلام جماعه الاخوان المسلمين او غيرها. وايضا الجاليه يعني على بعد او على الساعه 9 صباحا هنا بتوقيت الولايات المتحده الامريكيه هتكون الثالثة عصرا من توقيت مصر، هتتحرك من الساحل الشرقي تتجه لواشنطن للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي. تعرف كثير من الفعاليات، منها وقفات وعدد من عمليات الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي عادة الجاليه المصريه دايما اللي احنا بنلاقيها هنا في نيويورك او نيوجيرسي، وهي دايما تتجه للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء امام مقر الامم المتحده خلال زيارته للامم المتحده او خلال زياره لقاء القمه اللي كان منذ عامين وفي نفس التوقيت، وتم ايضا التوجه من الساحل الشرقي بكثافه لواشنطن للترحيب بسياده الرئيس. تمام، انا بشكرك جدا استاذ عماد خليل الكاتب الصحفي وموفد قناه سي تي في للولايات المتحده الامريكيه على وجودك معانا، رغم ان انا عارف ان دلوقتي زي ما قلت الساعه 4 الفجر تقريبا بتوقيت الولايات المتحده او فجر لسه فجر السبت. بشكرك جدا لوجودك معانا. استاذ عماد وضح لنا اكتر من شيء، ان هي هذه الزياره تاتي في اطار اهتمام الولايات المتحده الامريكيه بالمشاوره مع مصر، ودي في زياره تقريبا سنويه للرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن كمان على هامش اللقاء الرئيس أقيمت احتفالية كبيرة بهذه المناسبة. كمان تم الحديث عن التعديلات الدستورية التي ستحدث في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وبحضور عدد من السادة النواب والإعلاميين ومشاورة والتوضيح للمصريين هناك. بشكرك وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم فقرة أخبار، ونخرج لفاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامجكم صباح النور.